إذا الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم ماجي ونستافدو، قناة المعلومة البناءة، دائما في إطار نشر المعلومة في مواضيع الفيزا والهجرة. اليوم اختصاصات في الهجرة، متبعين الأحوال والأوضاع في الهجرة. أولا وقبل كل شيء ندعو الله تعالى السلامة والعافية، ونسأله أن يدفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء الفتاك الذي أرهب العالم بأسره. أما بعد، تحية كبيرة 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 للناس اللي رفعات حملات خليها تخماج، تحية كبيرة كبيرة وتحية نضالية معهم، والأسماء ديالهم هو بجعدي، القنوات ديالهم سميتهم بجعدي في إسبانيا ورشيد العاشوري. غادي نخلي لك الروابط ديالهم اللي اليوم تافضوا وتاروا في وجه العمال. هادو مهاجرين غير شرعيين للعلم، وما بغاوش يخدموا لنظرا الظروف القاسيه اللي كيخدموا فيها، عدم توفر لوازم ابسط شروط السلامه في العمل، زياده على ذلك الثمن الباهت اللي كيخدموا به، النص اكثر بالنص كيخدموا به، قل بالنص، كيخاطروا بحياتهم، كيخاطروا بصحتهم. تحيه نضاليه لهاد الناس. هادو غير جوج الا وكانوا يعني وسيله اعلام لنا، بجعدي في اسبانيا ورشيد العاشوري، هاد الجوج اللي حطوا الفيديوهات اليوم، تحيه كبيره كبيره لهم. ومن هنا انا كندعي جميع المهاجرين، كنقول لهم للتضامن 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 مع هاد الشبان اللي كاينين في مرسيا، اللي تفضوا وما بغاوش يخدموا ورفعوا حملات خليها تخماج. دائما كما كنعرفوا ان وزير الفلاحه من بعد التصريحات اللي خرج بها ديال التسويات للقاصرين يمشيو يخدموا، والتسويه المؤقته وداك الشيء اللي قال اللي ذكرنا في الفيديو من قبل، اختاروا هاد الاولاد او هاد المهاجرين الغير شرعيين ان يكونوا رجالا، ودعوا الى الاتحاد والاتحاد والاتحاد والتضامن، وطلبوا من المواطنين المغاربه اللي كاينين تما وعندهم الوراق يجلسوا في ديورهم ما يخدموش، راه عندهم البارو، راه ما غاديش يموتوا بالجوع، يتضامنوا مع خوتهم. ماشي مهاجر غير شرعي ما عندوش الوراق، ما رضاش بهذا الدل ورضاش بهذا كما يقولوا يعني حتى ما لقاو حتى واحد يخدم، حتى ما تسدوا في بابهم كلشي البيبان ومشاو عند المهاجر غير شرعي باش غادي يضرب هاد التماره. أو بعد الناس اللي عندهم الوراق يجلسوا في ديارهم ما يخدموش، يخليو المجال لهذا المهاجر غير شرعي، لان الا ما لقاوش اللي غيخدم راه غادي يسولوا المضعيه المهاجر غير شرعي. اذا الكره في يديكم نتوما دابا كتلعبوا بها، وحنا يعني كنتمناو التضامن والاتحاد 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 فيما بيننا ما بين المغاربه بعدا، خصوصا اللي كاينين تما في المهجر وخصوصا في اسبانيا، باش يتحدوا معاهم. راه خوتنا في مرسيا راه بداو الحمله وراه بداو الاتحاد، وتلقوا حملة تخليها تخماج يعني باش يسولوا لهم الوضعيه، لان كيضربوا يعني هما كيخدموا البلاد، هما ماشي ما عجبهم اسبانيا، بالعكس اسبانيا بلد جميل وبلد جيد، ويعني ما هاجروا له الا وتنبؤوا بان غادي يكون عندهم الخير تما، ولكن ما يستعبدوهمش، ما رضوش بالعبوديه. كما غادي نخلي لكم فيديو في اخر الفيديو، تابعونا، غادي نخلي لكم فيديو اللي داروا هما، شوفوا شنو قالوا، ولا بغيتوا تابوناو معاهم وتشتركوا معاهم في القنوات ديالهم، هذا الا غيكون فضل واحسان منكم. غادي نخلي لكم في اول عليكم الخوت، كلشي بخير هانيين. المهم عوجي هو كيبان كما كتشوفوا، هذا الجيل اللي جا جديد راه ما كيرضاش بالعبوديه وما كيرضاش بنادم يحرط عليه. ها هما كتشوفوا معايا الدراري كاملين، احنا سمحنا في كاميوات انا جابوهم، سمحنا في ترونسبور، ها هما الدراري تبارك الله، شوف راهم اللي راه مقاطع ليها، راه شوف شحال من واحد هما مشاو ليها، راه الكارجة وحنا غادي نمشيو بحالنا. ها هي الفينكا، السلام عليكم، شوفوا شكون اللي قطع لكم هادشي. شوفوا بنادم كيجي كيبروفيتي بنادم، ملي هضرنا على حقنا قلنا لهم يزيدونا في كاخا ولا نحبسوا بحالنا، قال لك اسيدي سيروا شوفوا حل راسكم، حنا مغامرين براسنا ومغامرين بشحال حاجة. اما عندك جوج حوايج، اما تحررها اما تعيش عاد، عندك ما كاينش الثالثة، كاين غير جوج حوايج، ما الثالثة كاع ما كاينة، جوج حوايج تحررها ولا تعيش عاد. شي واحد القضية مغاربة كانوا رجال، هاد الريوس اللي هنايا هم لاعقين ولا باس عليهم وعندهم الوراق، كانوا يفكروا في خوتهم اللي حرا قرايا كاين اللي 7 سنين كيسو غير شهر واحد، وديروا البارو يديروا البارو، ماشي ما يخدموش ولا ما يتخلصوش، كي يقول الله يحسن العوان كذا، هادي عنده ولاد عنده دار،
سيفري بصح عندو كرا عندو مساهيم حانوت هادشي كامل عارفين واعيين مسؤولية، ولكن دير البارو ما غاديش تباه، عندك 1000 اورو ديالك تقدك اجلس اجلسوا شهر واحد مغاربة كاملين قسما بالله الى اسبانيا توقف علينا ودير لنا الوراق وبالتعاورات، دير لنا الوراق وبالتعاورات ونخدموا بعزنا، وتنتوما تخدموا بثمن زوين وتخدموا بالساعه مزيانه، ولكن المغاربه ما كيفكروش فينا، ما كيفكروش في راسهم، ما كيفكروش في ولادهم اللي جايين، ما كيفكروش خوتهم تاهما اللي حارقين هنايا، لا كيفكروا غير يزيدوا في الكاخه ويضرب الثمن تا هو يضمن دارك في الكاخه ويحرس عليك بحال الحمار ويقول لك سكابا. انا حتى عندي ولاد عندي مسؤوليه. فلوس كوساس. شوف دابا مع هذا الوقت هذا كنا تنشوف كوموبيل، اصلا تنشوف كوموبيل باش نخدموا، وهذا الوقت كاين هذا الفيروس ها هما جابوا لنا كار 20 واحد باش يجيبوا لك كار يخدموك باش تروش فيك انت عندك تقدر تضربك الفيروس، تقدر تغسل الناس اللي معاك في الدار، تكسر بزاف الحوايج لا خير موت نتايا. تشاو شوف كيف كتشوفوا القرار خوت جا، حنا غادي نراجعين بحال يدنا عشيفور عيطنا عشيفور كما كتشوفوا الدراري كاملين هنايا. تحيه نضال يا الحباب. تحية نضالية الداري. السلام عليكم. خويا كنطلبوا على حق، لكن لا تزيدونا في الخلاص، ما بغاوش يزيدونا حبسنا غادي بحالنا. السلام عليكم. والخوت دابا حنايا حنايا خدمنا هاد الايامات كامل في هاد الوقت ديال هاد المرض، والناس اللي هما خدامين يتعاونوا معنا ويريحوا. حنا دابا خدمنا، ولكن في نفس الوقت ملي ندور حق الناس من القضيه كنطالبوا باش يجينا في شويه ديال البريسيو، ما بغاوش يجينا حنا حبسنا، وكنطالبوا من الناس اللي هما عندهم اوراق يتعاونوا معنا. اميغو كيفاش هاوي؟ وي nosotros venimos aquí quiere trabajo pero mira nosotros empresa no quiere más dinero porque me digo que para más el cava está 60 me digo que pone 85 dice que no. Nosotros también hay mucho empresa más dinero pero nosotros solo menos. No quiero trabajo. Ayuda mi trabajo, por favor. السلام عليكم. الخوت حنا كنطالبوا من الناس ديال صحاب الوراق يريحوا، يعطينا واحد الشهر يديروا بارو ما يديعوا هما لا والو، يعطينا 10 حتى حنا راه بغينا نديروا اوراقنا كلشي راه يسهل علينا الله يسهل على الجميع، حتى انتم راه ما عطيوها لا والو. السلام عليكم والاخوان والمغاربه، وتضامنوا مع خوتكم وعدكم عاد الشهر وشهر مازال ما جا، واش الصباليون اللي دايرين الصباليون ما تيخرجوش، ومالكم نتوما اخويا ديروا البارو اللي عدوا البارو يمشي يعمر البارو وياكل ويرقد، ها كورونا تقام تبوس. شنو واقع اليوم صديقي؟ اخويا حنا جينا نخدموا اليوم، تفاهمنا مع الكاخا كلشي خدام و5 سنتيم، وحنا اليوم جيو قال كتخدم ب6 سنتيم. حشومة كاع اصاحبي، تضامنوا معنا كاملين اصاحبي، راه حنا كامل الخوت واسبانيون اللي عسلوا حنا جايين تنخدموا. شنو واقع؟ السلام عليكم الاخوان، تضامنوا معنا الله يرحم الوالدين، راه حنا تيخدمونا ب 65 سنتيم وبنات تيخدمهم باورو 87، هادشي راه ماشي معقول، اللي بغا يدير بارو يزيد يدير بارو الله يسهل عليه، وراه حنا خرا حراقه راه غالب الله.